بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين قناة معدات صغيرة وبسيطة، أرحب بكم من جديد. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو المختص من طرف سيد التعليم الخياطة والفصالة في مركز التكوين المهني النزوي. كما وعدتكم في الفيديو الماضي أن هذا الفيديو الذي أختصه لكم فهو لعمل الضرس، لكيفية عمل الضرس بالترسان الغليظ أقوم بهذه الطريقة. إذن أول شيء أقوم بترطيب هذا الترسان على الجلابة، أي طرف فتحة الكوب، ثم بعدها أضع عين، فهذه العين أركز عليها جيدا في الأول، لأن الضربة الأولى لوضع عين أقوم بضرب عديد من الغرزات في الترسان. إذن ها هي عين، أقوم بوضعها جيدا ثم أضرب فيها الضربة الأولى والثانية والضربة الثالثة، أضربها في الترسان وأستمر في غرزات في الضرس حتى أصل إلى طرف النستوك. إذن كما ترون معي دقة ومتانة لعمل الضرس. فأرجو من المبتدئين والمبتدئات في الخياطة التقليدية للنساء أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، وأشكركم على حسن إصغائكم. إذن مشاهدي الكرام كما ترون معي ضرس متصل وبانتظام. لكيفية عمل هذا الضرس أضع الخيط على واحد لإسهال علينا الضرب بالإبرة. ها هو إذن مشاهدين الكرام ضرس متصل واضح. إذن حسب ما ترون معي أيها الإخوة، ضرس بانتظام والعيون متساويين. فبعد وصول هذا الضرس إلى طرف رجوع الطرف الأيمن أو الأيسر، فأقوم بوضع هذا المخطاف الذي أساعد به في الخياطة، أقوم بوضعه ثم أقوم بجذب هذا النسفك، لأقوم بجذب هذا الطرفين من النسفك لهذه لإسهال علينا عملية الجمع وعملية وضع خيط أبيض. فكل غرزة بهذا الخيط الأبيض أضع فيه عين تابع عين، لأن هذا النوع من الضرس فهو ضرس متصل عوضا عن معقد. في هذه المرحلة الثانية أقوم بوضع هذا الخيط الأبيض في يقابل العين التي تجاور هذا الخيط، إذن كل غرزة في العين المقابل له. ها هي إذن كل غرزة في العين التي تقابل هذه الغرزة من الخيط الأبيض. إلى هنا مشاهدينا كما ترون معي انتهيت من الغرزات بالخيط الأبيض، والآن أضع عين مقابل العين في الطرف الآخر في طرف هذا النستوك الآخر. ها هي إذن عين تقابل أختها، أي تقابل العين التي تجاورها.
فالطريقة لوضع هذا الدرس الذي يقابل الدرس من الطرف الآخر فهو بنفس الطريقة. إذا المشاهدين الكرام، ها هو الدرس يقابل الدرس في الطرف الآخر، كل طرف يقابل الطرف الآخر. وإلى هنا وصلت إلى إكمال الدرس في الطرف الآخر. أضع هذه العين ما قبل الأخير، ثم العين الأخرى، العين من الطرف الآخر. بعد إنهاء هذا الدرس كليا، أريكم أن الدرس يقابل الدرس الآخر. بعد ترقيق هذا الخيط وأقوم بتقطيع هذا الترسان الغليظ، ها هو الدرس. والآن أقوم بقياس الترسان الغليظ الذي أقوم بتخراس به، ها هو. إذن أقوم بقياس على 3 من الطرف الأول والطرف الثاني، وأضع طرف آخر من أجل التخرس. فهذا قياس فقط، كل شخص قياس الذي يقوم به. أستعمل هذه الإبرة التخرس، ثم أقوم بتخرس هذا الدرس. إذا المشاهدين، كما ترون معي، الدرس يقابل الدرس في الطرف الأيمن والطرف الأيسر، كل درس من العينين يقابل الدرس الآخر. إذا بوضع هذا التخراس فهو يتم بهذه الطريقة. بعد إنهاء هذا التخراس الأول أقوم بالتخرس الثاني. إذا التخرس الثاني أضعه بهذه الطريقة، فهي يجب على كل واحد أن يركز في هذه اللحظة. فالضربة الأولى في الأسفل، أما الضربة الثانية فأضربها في أعلى التخرس الأول. يعني الضربة الأولى أسفل التخرس الأول، والضربة الثانية أقوم برجوعها من الأعلى. ها هي. إذا وأستمر هكذا
حتى أنتهي من هذا التخلص كليا، ثم أقوم بترتيق وأضع عقدة، ثم أقوم بترتيق هذا التخلص. إذا المشاهدين الكرام، كما ترون معي في نصف طوق اكتمل وقريبا تنتهي حلقتنا. إذا المشاهدين، أقوم بترتيق هذا الترسان، أقوم بترتيقه جيدا بالخيط والإبرة. فدائما أيها الإخوة الكرام، أضع خيط بلون الترسان، لا أضع الخيط يخالف اللون. مشاهدين الكرام، أضع خيط آخر، أقوم بترتيق الترسان الآخر، أقوم بترسيق هذا الترسان الذي قمت بتخلصه الآخر. بعدها أريكم كيفية وضع هذه السلسلة نصف طوق عوضا عن العقد. وإلى هنا أنتهي من هذا العمل، الدرس عوضا عن العقاد. أقوم بجذبها قليلا، أقوم بجذب هذا النصف طوق، أقوم بجذبه قليلا بهذه الطريقة. أستعمل أسبوع الإبهام، ثم أقوم بجذبها بتركيز عليها، أقوم بجذبها قليلا هكذا. وإلى هنا مشاهدينا الكرام، تنتهي حلقتنا ومع فيديو آخر إن شاء الله. وأشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء ومع فيديو آخر إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة.